مقرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، احنا مدارس المجد الأهلية. تحية طيبة بعد إن شاء الله بإذن الله نبدأ مع بعض منهج الأحياء ونستكمله، منهج أحياء صف ثاني ثانوي الفصل السادس اللي هو بيتكلم معنا النهاردة عن أجهزة الدوران والتنفس والإخراج. أول حاجة هنتكلم عنها اليوم اللي هو جهاز الدوران. جهاز الدوران بيتكون من ثلاث حاجات أساسية. لو احنا جينا بصينا عليه هنلاقي ان جهاز الدوران بيتكون من اول حاجه القلب، الاوعيه الدمويه، والدم. دول الثلاث اجزاء الاساسيه بتاع جهاز الدوران. لو احنا عايزين نعرف وظائف جهاز الدوران نتامل مكونات الدم. ده مكونات الدم بتتكون من في كريات دم حمراء وفي كريات دم بيضاء وفي الصفائح الدموية وعندي كمان البلازما. معرفتي بمكونات الدم دي يا شباب هي اللي هتخليني أعرف وظائف الجهاز الدوري. الجهاز الدوري أول وظيفة ليه أنه بينقل الغذاء والغازات من وإلى الخلايا. يعني مثلا إيه المختص داخل الدم بنقل الغذاء والأكسجين؟ المختص في الدم بنقل الغذاء والأكسجين هو البلازما. دي اللي عندها الأكسجين وعندها الغذاء اللي احنا كنا ناكله في الجهاز الهضمي. الغذاء اللي احنا بناكله بيتهضم بعدين يتنقل للدم، بيبقى موجود بداخل البلازما. البلازما دي سائل اللي بتسبح فيه كل المكونات دي، تمام؟ كمان من وظائف الدم بالإضافة لنقل الغذاء والأكسجين، هو مش بينقل الأكسجين بس، ده بينقل الأكسجين للخلايا وبياخد من الخلايا ثاني أكسيد الكربون اللي من الممكن يتسبب في حدوث تسمم للخلايا. طب ثاني أكسيد الكربون ده نتج في الخلايا من إيه؟ نتج من عمليات الهدم، تكسير المواد الغذائية لانطلاق الطاقة هيؤدي إلى انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى أنا عندي البلازما اللي هي تعتبر أحد مكونات الدم، الوظيفة الأساسية بتاعتها نقل الغذاء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون. طيب الدم ليه وظائف أخرى؟ قال لي نعم. الوظيفة الثانية بتاعت الدم تخص الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي يا شباب تعتبر أجزاء من خلايا. أجزاء من خلايا، ليست خلايا كاملة. يعني تعتبر وكأنها خلايا متكسرة. الوظيفة الأساسية بتاعت الصفائح الدموية هي تكوين الجلطات. تكوين الإيه؟ الجلطات. أي نوع من الجلطات يا شباب؟ قال لي لما أنا الجرح طبعًا لابد ان الجرح ده يتم اغلاقه. دي وظيفه الصفائح الدمويه. وظيفه الصفائح الدمويه انها تكون طبقه لاغلاق اي جرح من الممكن ان يحدث في اي وعاء دموي. يبقى دي الوظيفه الثانيه للجهاز الدوري. يبقى الوظيفه الاولى نقل الغذاء والغازات، الوظيفه الثانيه تكوين الجلطات، ودي تخص مين؟ الصفائح الدمويه. عندي وظيفه ثالثه اللي هي تخص مين؟ تخص كريات الدم البيضاء. ايه الوظيفه الثالثه دي؟ كريات الدم البيضاء وظيفتها ايه؟ قال لي كريات الدم البيضاء وظيفتها الدفاع وانتاج الاجسام المضاده. يبقى من وظائف الجهاز الدوري كمان انه بيكون فيه الاجسام المضاده اللي بتهاجم اي مرض من الممكن يدخل اجسامنا. طيب جميل جدا. عندنا الوظيفه اللي بعد كده تخص كريات الدم الحمراء. قال لي نعم. لو احنا جينا تاملنا هنا البلازما، احنا قلنا المواد الغذائيه اللي بيتم هضمها بتنقل في صوره سائله عبر الدم الى الخلايا. طيب الاكسجين والغازات، قال لي بقى ده هو كريات الدم الحمراء هي اللي بتقوم بعمليه النقل بتاع الغازات دي. هي الوانيت، هي السياره النقل اللي هتقوم بنقل غاز الاكسجين الى
الخلايا وهتاخد من الخلايا ثاني أكسيد الكربون. يبقى أنا عندي الأربع وظائف بتاع جهاز الدوران: أولا نقل الغازات وده يخص كريات الدم الحمراء، وجود الأجسام المضادة والخلايا الدفاعية اللي هي كريات الدم البيضاء موجودة برضو في جهاز الدوران، تكوين الجلطات وإغلاق الجروح علشان المحافظة على الاتزان الداخلي بتاع الجسم، وإلا كمية الدم هتقل في الجسم نتيجة النزيف. الشيء الثالث أو الشيء الرابع اللي هو نقل المواد الغذائية إلى الخلايا، الغذاء المهضوم اللي هو بيتمثل في البروتينات اللي اتهضمت، السكريات اللي اتهضمت، الدهون اللي اتهضمت بيتم نقلها للخلايا عشان الاستفادة منها. طيب دي وظائف الجهاز الدوران. لو احنا جينا شفناها هنا اهو، ادي عندي اول وظيفة من وظائف جهاز الدوران، هنلاقي فيه يوصل الأكسجين والغذاء للخلايا ويخلصها من الفضلات. المقصود بالفضلات هنا يا شباب اللي هي ثاني أكسيد الكربون، ده المقصود بالفضلات، تمام. كمان في بعض الفضلات الأخرى اللي بينقلها برضو الدم، اللي بتكون ناتجة عن عمليات الهدم في الخلية، مش ثاني أكسيد الكربون بس، لا بيبقى في بعض الفضلات النيتروجينية. بيحمل مواد ينتجها جهاز المناعة في الجسم تهاجم مسببات المرض، دي اللي احنا قلنا تخصص مين؟ كريات الدم البيضاء. قلنا يحتوي على أجزاء خلايا وبروتينات تخثر الدم، تخثر الدم المقصود به تجلط الدم، وأجزاء الخلايا اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية المقصود بها الصفائح الدموية. عندي الوظيفة الرابعة اللي هي تنظيم درجة الحرارة. شوف هو اسمه ايه؟ جهاز الدوران. ليه سميناه جهاز الدوران؟ قال لأن بيكون فيه الأوعية الدموية بتلف الجسم كله والدم بيمر فيها، يعني الدم بيمر من أول راسي لحد أظافر رجلي، تمام يا شباب؟ وبالتالي ده بيؤدي لتوزيع درجة الحرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم. الأربع وظائف دول كلهم الغرض الأساسي منهم هو بنسميه بس الاتزان الداخلي. يبقى الغرض الأساسي هو الحفاظ على الاتزان الداخلي، الاتزان الداخلي الحفاظ على كمية الدم ثابتة، الحفاظ على درجة حرارة الدم جسمي ثابتة، الحفاظ على جسمي من أي ميكروب من ممكن يدخله، توصيل الأكسجين للخلايا، نقل الفضلات من الخلايا، دي كلها عملية من الغرض الأساسي منها الحفاظ على الاتزان الداخلي. طيب لو جينا بقى شفنا الأوعية الدموية، احنا اتكلمنا كده يعتبر عن وظائف العامة بتاعة الجهاز الدوري واللي هي متمثلة في وظائف الدم أصلا. طيب الجزء الثاني من الجهاز الدوري اللي هو ايه؟ اللي هو الأوعية الدموية. طب ايه أنواع الأوعية الدموية اللي في جسمي؟ أنا عندي ثلاث أنواع من الأوعية الدموية، عندي الشرايين، عندي الأوردة، عندي كمان الشعيرات الدمويه. يبقى في ثلاث انواع من الاوعيه الدمويه موجوده، ما فيش غيرهم، حاجه من ثلاثه. الاوعيه الدمويه اللي في جسمي هي حاجه من ثلاثه، اما مره ثانيه الشرايين، اما الاورده، واما الشعيرات الدمويه. طيب نشوفهم كده يا شباب. ادي عندي الثلاث انواع من الاوعيه الدمويه في رسمه واحده، في صوره واحده. انا عندي هنا ادي شريان، وادي وريد، وادي هنا الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه دي تعتبر الرابط، حاجات صغيره خالص تعتبر الرابط ما بين الشرايين والاورده، اللي هي المنطقه اللي بتلاقيها دايما، تلاقي الشعيرات الدمويه بتكثر دايما عند الخلايا، لانها تعتبر هي وسيله التوصيل للخلايا، وسيله توصيل الغذاء والاكسجين وغيرها، تمام. طيب بعدين عند الشريان بقى، لو انا جيت اقارن بين الشريان والاورده يا شباب، ادي الشريان، هنلاقي الشريان بيتكون من ثلاث طبقات اساسيه، طبقه خارجيه بنسميها نسيج ضام، طبقه في الوسط بنسميها عضلات ملساء، لو تفتكروا في جزء بتاع العضلات اللي اتكلمنا عنه عضلات لا اراديه، وفي طبقه داخليه اللي هي بنسميها الانسجه او الطبقه الطلائيه. هنلاقي الشريان والوريد بيتكونوا من نفس دي، بس في فرق. لو جينا شفنا الطبقه الوسطى هنا في الشريان والطبقه الوسطى هنا في الوريد، هنلاقيها في الوريد اصغر شويه، اقل شويه، تمام. لذلك الشريان من الممكن ينقل الدم لمسافات ابعد وبقوه اكبر، او يتحمل ضغط دم اكتر من الوريد بسبب وجود طبقه العضلات
الملساء أسمك. طب بالنسبة للشعيرات الدموية هنلاقيها متكونة من طبقتين بس، ما عندهاش طبقة العضلات الملساء دي. طيب ادي المقارنة بتاعتنا، لو احنا جينا شفنا الفرق ما بين الثلاث أنواع، قلنا ده نسيج ضام، نسيج ضام هنا هنلاقي ان ما هي ما عندهاش غير طبقة رقيقة مرة اللي هي الشعيرات الدموية اللي هي عبارة عن خلايا طلائية، لا عندها نسيج ضام ولا عندها كمان طبقة العضلات الملساء هنلاقيها غير موجودة. الطبقة الداخلية طبقة طلائية، طلائية نفس الوضع، بس قلنا هنا الشعيرات الدموية طبقة رقيقة عشان تسمح بخروج الأكسجين ودخول ثاني أكسيد الكربون وخروج المواد الغذائية للخلايا. طب الوظيفة هنا لو جينا عشان نعرف الوظيفة بتاع التلاتة من الممكن ان احنا نتأمل الايه تركيب القلب نفسه. لو جينا شفنا تركيب القلب نفسه هنلاقي ان القلب بيتكون من اربع غرف، الاتنين اللي فوق دول بنسميهم اذينين، والاتنين اللي تحت دول بنسميهم بطينين. طيب فين الشريان بقى؟ قال لي شايف الضخم ده كله، الضخم ده يعتبر شريان، تمام كده يا شباب، طالع من القلب رايح للجسم، وده برضه شريان ولا مش شريان؟ إيه 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 انت شايف ايه يا شباب؟ قال لا ده زي ما انت شايف بنسميه اورده، تمام، اللي باللون الازرق دي بنسميها اورده. طيب ما عدا بقى عندي في حاله شاذه واحده بس، يعني كل الشرايين هنلاقيها باللون الاحمر ما عدا الشريان الرئوي اللي هو هنلاقيه دايما باللون الازرق اللي هو بيوصل من بين القلب والرئتين. انا عندي دورتين دمويتين مرتبطين بتكوين القلب، ماشي، الجزء الايمن من القلب بيضخ الدم عبر الشريان الرئوي الى الرئتين، والجزء الايسر من القلب بيضخ الدم عبر الشريان ده اللي بنسميه الشريان الابهر الى جميع اجزاء الجسم. يبقى القلب هنا بيعمل كمضختين، مضخة الى الرئتين ومضخة تانية الى جميع اجزاء الجسم. المضخة للرئتين بتكون عن طريق الشريان الرئوي، والمضخة اللي اجزاء الجسم كله بتكون عبر الشريان الأورطة. طيب جميل جدا، انا عندي بقى احنا بنقول القلب بيعمل ازاي؟ القلب شوف يا شباب، القلب طبعا ذات الحركة، طب بسبب ايه؟ ربنا خلق له هنا عقدة موجودة في الأذين الأيمن هنا يا شباب اسمها العقدة جيب أذينية، وفي عقدة تانية هنا موجودة بنسميها الأذينية البطينية، تطلع الأشارات العصبية إلى الأذينين من هنا ومن هنا فينقبض الأذينين، تطلع الأشارات العصبية إلى العقدة الجيب الأذينية البطينية عشان تخلي البطينين ينقبضوا. يبقى عندي عقدتين مهمين جدا لازم نكون عارفينهم، العقدة الأذينية والعقدة الأذينية البطينية. العقدة الأذينية هي اللي بتبدأ الحركة بتاع القلب، عشان كده بنسمي العقدة دي باسم العقدة المنظم، تمام، اللي لو حصل فيها أي مشكلة من الممكن أن يتوقف القلب عن العمل. يبقى الإشارات العصبية بتطلع من العقدة الأذينية بتخلي الأذينين ينقبضوا، وفي نفس الوقت بتخلي العقدة الأذينية البطينية تبدأ تشتغل فتساعد في انقباض البطينين. لما ينقبض البطينين دم يطلع للرئتين يتنظف، دم يوصل للجسم كله علشان ينقل الأكسجين وينقل ثاني أكسيد الكربون والغذاء من الخلايا. طبعا هنا الدم اللي طلع من البطين الأيسر بمحمل بالأكسجين يا شباب والغذاء، الدم اللي طالع من البطين الأيمن محمل بثاني أكسيد الكربون هيروح للرئتين علشان يتم تنظيفه من ثاني أكسيد الكربون اللي هيخرج مع هواء الزفير. نراكم على خير إن شاء الله بإذن الله في حصة قادمة، إلى اللقاء. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.